الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وصنعنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الانام وسيدي حبيب اله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرمين اطوب في الرؤوف من يسمى باحمد. فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم منزه عن شريك في محاسن وجوهر الحسن فيه غير منقسم. فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الانام وسيدي حبيب اله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف ما يسمى بالأحمد. فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام مسلمان برادران کو عید مبارک. عید الاضحی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے